أكدت وزارة الداخلية أنه لا تهاون أو تقصير في مواجهة أي جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين أو تعكير صفو احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك. وخلال اجتماعه مع كبار مساعديه لاستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، قال وزير الداخلية لواء مجدي عبد الغفار إن أي خروج على القانون سيواجه بالحسم والحزم اللازم وفقا للأطر القانونية، مشددا على أهمية اتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر لحماية المنشآت الحيوية والدينية والكنائس بجميع المحافظات.